أخيرا تم الكشف عن جزء كول أوف ديوتي القادم بلاك أوبس 6، ونزل أول إعلان للعبة وكان عن الرئيس العراقي صدام حسين، وهذا لأن أحداث اللعبة راح تكون في حرب الخليج اللي صارت في التسعينات وقت غزو العراق وصدام حسين للكويت. ومو بس هذه أحداث اللعبة، لا بل أيضا راح نشوف أسامة بن لادن والهجوم اللي صار على الأبراج التجارة العالمية في أمريكا، وهنشوف أحداث غزو العراق وأشياء ثانية كثير في قصة اللعبة. فبهذا الفيديو راح أتكلم عن كل شيء نعرفه عن جزء كول أوف ديوتي القادم بلاك أوبس 6. راح أتكلم عن الأشياء اللي تم الكشف عنها رسميا عن طور القصة ونحللها، وراح أتكلم عن التسريبات الرهيبة اللي طلعت عن طور الزومبيز والمالتي بلاير، وفي أشياء جدا رهيبة عن الزومبي نفسه، عودة ماب ترانزيت من بلاك أوبس 2. بس قبل أن نبدأ، هذا الفيديو عليه جيف أواي على نسختين للعبة بلاك أوبس 6. راح يتم اختيار الفائزين الأسبوع القادم أول ما يفتح الطلب المسبق للعبة. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيهم، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو، ويلا خلنا نبدأ. وهذا الفيديو برعاية يانجو بلاي، واللي هو تطبيق سوبر ترفيهي راح تلاقي عليه أقوى الأفلام، المسلسلات، الأنمي، الألعاب، الأغاني وأشياء ثانية كثير. يانجو بلاي فيه كل شيء يا جماعة، وفوق كذا تقدر تاخذ اشتراك شهر الآن مجاني إذا حملته من الرابط اللي موجود بالأسفل. بس تسجل وتاخذ الاشتراك المجاني، أنصحك تتابع سلسلة أفلام جون ويك، أحد أقوى أفلام الأكشن اللي شفتها في حياتي وموجودة كلها على يانجو بلاي. وفي فيلم مصري اسمه كيرا والجن جدا رهيب وأنصحكم تشوفوه، موجود على المنصة. وإذا لك في المسلسلات أنصحك تشوف مسلسل الزومبي The Walking Dead، موجود على المنصة، ومسلسل صلاح الدين أنصحكم تشوفوهم أيضا. وإذا لك في الأنمي تقدر تشوف ناروتو، أتاك أون تايتن، ومكتبة كبيرة من الأنمي موجودة على المنصة. والشيء الرهيب في يانجو بلاي إن الاشتراك الواحد يدخل 4 حسابات، وفوق هذا موجود في كل مكان على الاي او اس، الاندرويد والتلفزيونات، وايضا مدعوم بالذكاء الاصطناعي اللي راح يحسن تجربتك في التطبيق. فحمل يانجو بلاي الان من الرابط الموجود بالاسفل وخذ اشتراك شهر مجاني. اوكي شباب، الفيديو راح يكون مقسم الى 3 اقسام. القسم الاول راح نتكلم فيه عن طور القصة، نحلل الاعلان ونتكلم عن حرب الخليج وصدام حسين، والقسم الثاني راح نتكلم فيه عن طور الاونلاين او المالتي بلاير، والقسم الثالث راح نتكلم فيه عن الزومبيز. فخلنا نبدا اول شيء عن طور القصة. طيب، اول شيء تم الكشف عن الغلاف الرسمي للعبة اللي شايفينه قدامكم، وشكله جدا جدا رهيب، يشبه غلاف اجزاء بلاك اوبس الكلاسيكية، بلاك اوبس 1 و2 و3. وممكن بعضكم يسأل انه ليش اسم اللعبة بلاك اوبس 6، وين راحت بلاك اوبس 5؟ كل بساطة اخر جزء اللي هو بلاك اوبس كولد وور كان هو بلاك اوبس 5. ومعلومات مهمة عن اللعبة قبل ان نبدأ بالتحليل، هذا اكثر جزء كول اوف ديوتي تم تطويره قريب ال4 سنوات، وهذا الجزء راح يكون مجاني على الاكس بوكس جيم باس، فاللي عنده بي سي او يلعب على الاكس بوكس راح تاخذ اللعبة بشكل مجاني اذا عندك اشتراك جيم باس. وبالنسبة للغلاف في كثير اسرار راح نحللها بعد شوي، بس الاهم من الغلاف نزل اول اعلان رسمي لل اللعبة، والإعلان لايف أكشن، يعني ما في لقطات من اللعبة، لا في لقطات حقيقية بس يعطينا فكرة عن قصة اللعبة. فخلنا نشوف الإعلان مع بعض مترجم للعربي، مدته 50 ثانية بس، ونرجع لكم بعدها. We're recording. Truth is, your whole life is a lie. You wanted peace, so we hit the war. Now it rages on in the shadows. Behind closed doors, where we hide the world's secrets. While we build your trust, the world falls apart around you. If you weren't so distracted, you'd realize nothing is what it seems. But if it's truth you seek, lies. Look in the dark. اوكي، الاعلان فيه كثير اشياء نحللها، بس خلنا اول شيء نتكلم عن قصة واحداث اللعبة، وينها تكون ومتى، وبعدها هنحلل الاعلان عشان تفهموا ايش الكلام اللي قاعد ينقال فيه. احداث القصة بتبدا على نهاية حقبة الحرب الباردة اللي كانت بين امريكا والاتحاد السوفيتي او روسيا، واللي انتهت عام 1989 مع هزيمة الاتحاد السوفيتي، وبتبدا القصة بعدها بسنة عام 1990 مع بداية حرب الخليج. واظن معظمكم يعرف حرب الخليج، بس
اللي ما يعرفها بدأت لما العراق وصدام حسين قاموا بغزو دولة الكويت، ووقتها تدخلت أمريكا وبريطانيا والسعودية وعدة دول ثانية عشان يدافعوا عن الكويت ضد العراق. فعشان كذا منشوف صدام حسين في اللعبة لأنه هو الأساس بهذه الحرب، وحتى صورة غلاف الإعلان فيه أرقام، هذه الأرقام لو حطيناها على خرائط جوجل بتودينا على قصر صدام حسين في بغداد. وأصلا من أول الأشياء اللي تسربت للعبة من أكثر من سنة كانت صورة من اللعبة من داخل قصر صدام حسين، فالتركيز عليه جدا كبير في اللعبة. بس ما ندري هل هو راح يكون الشرير اللي لازم نقاتله على أكثر كذا، بس اللي شفناه من الإعلان إنهم لا تقريبا جايبينه هو البطل ورؤساء أمريكا هم الأشرار. طيب خلنا نتكلم ونحلل الإعلان. أول شيء منشوف الإعلان شخص صحفي قاعد يسوي مقابلات مع عدة أشخاص، أحد هالأشخاص هو جورج بوش الأب واللي كان رئيس أمريكا وقت حرب الخليج، هو اللي أعطى الأمر بالتدخل في الحرب. بعدها منشوف الصحفي قاعد يسوي مقابلة مع واحدة اسمها مارغريت ثاتشر واللي هي رئيسة وزراء بريطانيا وقت حرب الخليج، وهي أيضا عطت الأمر بتدخل القوات البريطانية في الحرب في الكويت. وبعدها منشوف عم يسوي مقابلة مع رئيس أمريكا بيل كلينتون، وهذا صار رئيس عام 1993 بعد حرب الخليج، فهذا بدل أنه أحداث اللعبة مو فقط بحرب الخليج، لا بالحرب نفسها وما بعدها. وبعدها منشوف عم يسوي مقابلة مع شخص اسمه كولين باول، وهذا أظن أهم واحد من اللي ذكرتهم، هذا كان وزير الدفاع لجورج بوش الأب ومستشاره الأول، فأي قرار له علاقة بالحروب بيكون له دخل فيه. وفي عام 2001 صار وزير الخارجية في أمريكا على وقت حكم جورج بوش الابن، وعلى وقت أحداث 11 سبتمبر الهجوم على أبراج التجارة العالمية في نيويورك. المهم تذكروا هذا الشخص لأنه جدا وسخ ورح نرجع له بعد شوي. فمنشوف رؤساء أمريكا الاثنين، وزيرة خارجية بريطانيا ووزير دفاع أمريكا، كلهم قاعدين يتكلموا عن إن كيف نحن قاعدين نفتعل الحروب بالخفاء من الظلال، وكيف إن قاعدين يخلوا شعب أمريكا وشعوب العالم مغيبين ومشغولين بتفاهات بينما هم قاعدين يسووا حروب. وآخر شيء منشوف بالإعلان صدام حسين واضح هو الأساسي، واللي قاعد يقول إن لو ودكم تعرفوا الحقيقة وتعرفوا إيش فعلا قاعد يصير ومين تسبب بهذه الحروب، فعليكم انكم تشوفوا ما وراء الستار او تشوفوا في الظلام. فاللي مستغرب منه انه كيف كلهم عم يحكوا عن الاسرار بالخفاء وافتعال الحروب، وبعدين صدام حسين قاعد يقلنا تعال اورجيكم الحقيقة. الكل متوقع انه صدام حسين هو الشرير في اللعبة لانه اللعبة امريكية قاعدين يلعب من منظور الجيش الامريكي، بس نعرف ان العاب بلاك اوبس قصتها دائما معقدة وما تطلع لك الجندي الامريكي البطل اللي جاي يحرر الناس، لا تقريبا كل العاب بلاك اوبس بتطلع لك قديش الجيش والحكومة الأمريكية سيئة، فماني مستغرب من الإعلان صراحة إنه جابوها بهذه الطريقة. طيب ومثل ما قلت من شوي قصة اللعبة ما رح تكون فقط بحرب الخليج، شفنا رئيس بيل كلينتون اللي هو إجا بعد حرب الخليج بسنتين. وشيء ثاني أكد هالكلام في موقع أطلقوه كول أوف ديوتي خاص ببلاك أوبس 6، منشوف فيه الغلاف وأشياء ثانية، وعلى صفحة الموقع منشوف فيه تاريخ باين نصه ومحجوب نصه الثاني. النص اللي مبين هو 11/2001، فهذا تاريخ 11 سبتمبر 2001، التاريخ اللي صار فيه الهجوم على أبراج التجارة العالمية في أمريكا من أسامة بن لادن، فهذا الشيء جدا مجنون. راح نشوف هذه الأحداث كمهمة في اللعبة، في احتمال كبير نشوف أسامة بن لادن موجود في اللعبة. وشيء ثاني أكد على وجود هذه المهمة أو الأحداث بالقصة، الآن في حملة تسويقية للعبة باسم The Truth Lies أو الحقيقة الكاذبة، واللي هي مجموعة من الأشخاص مجهولين قاعدين ينشروا بوسترات ولوحات في جميع أنحاء أمريكا باسم الحقيقة الكاذبة، ومعظم هذه اللوحات قاعدين ينشروها بمدينة نيويورك، والهجوم على أبراج التجارة العالمية كانت في نيويورك أيضا، فما أظن صدفة. فأحداث اللعبة ما راح تكون فقط بحرب الخليج، لأن الهجوم على أبراج التجارة كان بعام 2001، أي بعد 10 سنوات من حرب الخليج، فممكن يكون في فترتين نلعب فيهم بالقصة، فترة حرب الخليج وفترة أحداث 11 سبتمبر وغزو العراق. ومتذكرين من شوي قلت لكم تذكروا اسم كولين باول اللي هو رئيس الدفاع في أمريكا واللي طلع في الإعلان. في عام 2001 كان هو وزير الخارجية في أمريكا وكان مستشار الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، وهذا الشخص كان السبب الأكبر بغزو أمريكا للعراق. طلع في الأمم المتحدة وقاعد يقول أنا عندي أدلة إنه العراق عندها أسلحة دمار شامل والعراق عندهم أسلحة كيميائية، وكان له الدور الأكبر بغزو العراق. بعدين اكتشفنا إنه ما كان في أسلحة دمار شامل ولا أسلحة كيميائية في العراق، وكل شيء قاله كان كذب، فشفناه
كتاب الإعلان قاعد يقول أشعلنا حرب في الظلام، حرفيا هو أشعل حرب هذا الشخص. وبما أن جبنا سيرة أسامة بن لادن، ففي احتمال جدا كبير نشوف أحداث غزو الاتحاد السوفيتي أو الروسيين لأفغانستان، لأنه كانت بنفس وقت حرب الخليج، وكان أسامة بن لادن موجود في هذه الحرب واللي انتهت بانتصار أفغانستان وهزيمة الاتحاد السوفيتي. أوكي، ممكن حد يقول الآن صدام حسين أسامة بن لادن بشكل هاللعبة راح تشوه صورة العرب والمسلمين. لا، من الإعلان اللي شفتوه ومن الحملة التسويقية اللي اللعبة قاعدة تسويها الآن، واضح إنه اللعبة راح تطلع الحكومة الأمريكية إنه فيها فاسدين وهم عم بيفتعلوا الحروب. الحملة التسويقية الآن إنه في مجموعة باسم سيربرس وشعارهم الكلب اللي عنده تلتروس، قاعدين ينشروا بوسترات في أماكن تابعة للحكومة الأمريكية وعم يكتبوا عليها الحقيقة الكاذبة، حتى إنهم حطوها على جبل محفور عليه مؤسسين أمريكا، غطوا عليهم بجملة الحقيقة الكاذبة. فمتأكد قصة اللعبة ما راح تكون الأمريكي البطل والعربي الإرهابي. طيب، ومين الشخصيات اللي هنلعب فيها في اللعبة؟ أولا تم التأكيد أنه شخصية راسل أدلر من بلاك أوبس كولد وور راح يرجع، وشفنا صورة له اللي شايفينها قدامكم، فواضح أنه هو الشخصية الأساسية تقريبا في اللعبة. ولا تنسوا أن شخصية أدلر صار له غسيل دماغ من الروسيين على نهاية بلاك أوبس كولد وور، شفناه بالنهاية أنه تم إنقاذه وتعالج من غسيل الدماغ، بس أكيد راح يكون في آثار له في اللعبة. وأحد المسربين حط صورة أدلر بطيارات هجوم 11 سبتمبر، ما ندري إذا قاعد يستهبل أو ممكن فعلا يكون له دور بهالهجوم بما أنه صار له غسيل دماغ. ومو مستبعد أن نشوفها، لأن في بلاك أوبس 1 شفنا أليكس ميسن كان على وشك يختال رئيس أمريكا JFK بعد غسيل الدماغ اللي صار له، وتسربت صورة لشخصية فرانك وود فراح يكون موجود أيضا. وأليكس ميسن راح يكون موجود وراح يكون دوره جدا مهم، لأن في قصة بلاك أوبس 2 اللي أحداثها عام 1989 أي قبل أحداث القصة الآن، منشوف أن فرانك وود قتل أليكس ميسن بالغلط، كان مفكر أحد ثاني، فمن فكرة أنه مات. بعدين منشوف على نهاية قصة بلاك أوبس 2 عام 2025 أن ميسن عايش وصار عجوز، فرح نشوف بالقصة أنه وين كان متخفي كل هذه السنوات. بالنسبة لشخصية هاتسون فما رح يكون موجود، رح يكون ميت، لأن في قصة بلاك أوبس 2 اللي كانت عام 1989 أي قبل أحداث هذه القصة، منشوف الشرير راؤول منينديز قتل لهاتسون، وهذا كمان بيأكد لنا انه ممكن نشوف راؤول منينديز احد اعظم الاشرار في تاريخ كول اوف ديوتي راح يرجع، لانه هو موجود في هذه السنوات. وايضا على نهايه قصه بلاك اوبس كولد وور بنشوف ان جماعه بيرسيوس الروسيه موجوده وبالخفاء، وحتى في قصه مودر وورفير اللي هي بنفس العالم ماكاروف تابع لمجموعه بيرسيوس. فالقصه فيها كثير اشياء، فيها صدام حسين، العراق، حرب الخليج، احداث 11 سبتمبر، الروسيين، الافغان، راؤول منينديز، كلهم هيكونوا موجودين بهذه الحقبة الزمنية، واحتمال كبير نشوفهم بالقصة نفسها. وشيء لفت نظري ورح يكون له دور بالقصة واللي هم الماسونية، شعار الماسونية منشوفه موجود على الغلاف هنا مثل ما شايفين، وأظن الهدف من هالشعار بس عشان يورجينا أنه كيف القصة فيها كثير مؤامرات وأشياء تصير بالظلال، واضح القصة رح تكون جدا رهيبة. وآخر شيء عندنا عن طور القصة، شفنا شوية لقطات من اللعبة بس ما هي جدا واضحة نفس اللي شايفينها قدامكم وغير مفهومة صراحة، فشاركونا تحليل لكم بالتعليقات لهذه اللقطات. طيب، والآن خلنا نتكلم عن تسريبات طور الأونلاين أو المالتي بلاير. أولاً حاب أذكركم إن اللعبة راح تكون بمحرك مودر وورفير، فنظام الحركة السريع والسلايد كانسل وهالكلام كله راح يكون موجود. وهذه أول لقطة عنا إياها من اللعبة، الدقة ما هي جداً واضحة، وهذه اللقطة أصلاً للزومبي وراح نحللها بس نتكلم عن الزومبي، بس حبيت أورجيكم إياها عشان تشوفوا كيف السلايد موجود وكيف نظام الحركة السريع في اللعبة. وبالنسبة للتسريبات تسرب كل شيء حرفيا لطور المالتي بلاير، كل شيء، جميع الأسلحة، الخرائط، البركات، الكل ستريكس، كل شيء. أول وأهم تغيير بالنسبة إلي إنه الآن صار يمديك تحط 3 أسلحة في الكلاس في الأونلاين، سلاح الأساسي، السلاح الثاني اللي بيكون مسدس أو RPG، والسلاح الثالث سكين. متعودين دائما إنه السلاح الثاني يكون سكين لو ودك تلعب بسكين، الآن لا، عندك 3 أسلحة والسكين معك دائما. وعلى سيرة الأسلحة، اللعبة راح تنزل مع 55 سلاح، هذا أكبر عدد أسلحة في تاريخ أي جزء للعبة Call of Duty. قدامكم على الشاشة أسماء وأنواع الأسلحة كلها، ما راح أقرأها، فينكم تشوفوها. وهذه صورة بعض الأسلحة اللي موجودة في اللعبة، تسرب محتوى النسخة الخاصة Vault Edition للعبة، وهذه الأسلحة تجي مع النسخة الخاصة. طبعا هذه أسلحة عليها سكنات مو أشكالها الطبيعية لأنها للنسخة الخاصة. وبالنسبة للبركات فأيضا اللعبة فيها عدة بركات، وهذه أسماء البركات كلها.
كلها قدامكم. بركات شفناها كثير نفس الجوست، سكافنجر، اوفركيل، بس في بركين لفتوا نظري. الاول لاست ستاند اللي هو لما تموت ما راح تموت، فينك تسوي ريفايف لنفسك وترجع تعيش. هذا البيرك راح يعصب عدد كبير من الناس واتمنى يشيلوه. وفي بيرك جديد فكرته حلوه اسمه اوبريتيف، واللي هو لما تموت وتعيش اول ما تعيش راح تشوف الاعداء كلهم من ورا الحيط لمده 5 ثواني. فكره جديده صراحه، ما ادري هتكون مفيده او لا. بالنسبه للاطوار فنفس الاطوار اللي متعودين عليها، وهذه اسماءها قدامكم: دومينيشن، كابتشر ذا فلاج، انفكتد، تيم دث ماتش، سيرش اند دستروي، وايضا الفيلد ابجريد نفس اللي متعودين عليها، الرادار اللي يسكر الرادار، اللغم. بس في فيلد ابجريد عباره عن درعه او شيلد، فواضح انه ما راح يكون في درع باللعبه كسلاح، لا راح يكون كفيلد ابجريد. بعدين عندنا الخرائط، تم تسريب 9 خرائط، هذه اسماءها اللي شايفينها قدامكم. منها 4 خرائط قديمه اللي هو اولا ماب نيوك تاون، ثانيا فايرنج رينج من بلاك اوبس، الثالث ماب دبليو ام دي اللي كمان كان موجود في بلاك اوبس 1، والماب الاخير جرايند هذا كان موجود في بلاك اوبس 2، بينما باقي المابات كلها مابات جديده. بالنسبه للكل ستريك فتسربت اسماءها كلها، وفي واحد سوى صوره لصور الكل ستريك، هذه صوره مو من اللعبه، لا واحد فقط اخذ الاسماء وجاب صور من النت وجمعها. في عده كل ستريكات، بس اللي لفت نظري انه ما في دوجز او كلاب، متعودين جميع اجزاء بلاك اوبس فيها كل ستريك الكلاب، بس هنا مو موجود. وهذه كل التسريبات اللي عندنا اياها لطول الملتي بلاير، تقريبا تسرب كل شيء مثل ما شايفين، باقي فقط نشوف صوره او جيم بلاي واللي راح نشوفها قريبا. طيب والان خلينا نتكلم عن اهم شيء بالنسبه لي واللي هي تسريبات طور الزومبيز. احلى خبر ان التركيز على هذه اللعبه على مابات او نظام الراوندات، ما في نظام العالم المفتوح اللي شفناه بمودر وورفير، لا هنا مابات كلاسيكيه، راوندات، الغاز، نفس اللي متعودين عليها. وهذه اول لقطه من جيم بلاي الزومبي اللي شايفينها قدامكم، منشوف شخصيتين قاعدين يرقدوا وحواليهم زومبي في كل مكان، وما نعرف تفاصيل عن هذه اللقطه بس بعد شوي راح نحللها اكثر. وتسرب ان اللعبه راح تنزل مع خريطتين او مابين زومبي. قبل اتكلم عن المابات خليني اشرح لكم نهايه قصه الزومبي ببلاك اوف كولد وور عشان تفهموا الاوضاع والمابات وين راح تكون. طبعا وعد راح انزل شرح قصه الزومبي بالكامل قبل نزول اللعبه ان شاء الله، بس الان خليني اشرح لكم بشكل جدا سريع. في قصه الزومبي في بلاك اوف كولد وور كان في مجموعتين عم يتقاتلوا على مين يسيطر على الزومبي ومين يسيطر على بوابات الدارك ايثر اللي قاعد يطلع منها زومبي الى العالم. المجموعه الاولى اسمها ريكويم وتابعه لوكاله الاستخبارات الامريكيه، والمجموعه الثانيه اسمها اوميغا وتابعه للروسيين او الاتحاد السوفيتي. وكان في كائن او مخلوق في داخل الدارك ايثر، الدارك ايثر هو بعد ثاني غير البعد اللي عايشين فيه البشر، عم يتواصل مع المجموعتين ويقول لهم انا شخص محبوس هنا من ايام الحرب العالميه الثانيه، اتمنى تساعدوني اطلع. وفعلا بنساعد اخر شيء، وبيطلع كائن اسمه المنبوذ او الفورسيكن، وهو احد قاده الدارك ايثر وبيحاول يستولي على عالمنا، بس بنقدر اخر شيء انه نتغلب عليه. سامانثا بتجي وبتضحي بنفسها، ما بتموت بس تدخل في الدارك ايثر عشان تساعدنا بالقضاء على الفورسيكن. هذه نهايه القصه في بلاك اوبس كولد وور، وعلى نهايتها مجموعه اوميغا الروسيه بتتفكك، معظم اعضائها بيهربوا او بيموتوا، ومجموعه ريكويام اللي هم 4 علماء بدل ما يتكافئوا على الشيء اللي سووه، لا قائد السي اي اي او قائد ريكويام بياخذهم وبيحبسهم كلهم بالسجن، يعني بيخونهم بعد كل شيء سووه، والقائد هو ريكتوفن. اي ريكتوفن ما غيره هو القائد لمجموعه ريكويام وبيكون فعلا شرير بالقصه. ليش بيحبسهم؟ ما بنعرف، بس اظن حاليا مع بلاك اوبس حرب الخليج راح نعرف تفاصيل اكثر عن القصه. فهذا شرح جدا ملخص للقصه، خلينا الان نتكلم عن التسريبات. طيب مثل ما قلنا في عنا مابين زومبي. الماب الاول اسمه ليبرتي فولز واللي هو ريميك او نسخه من ماب الترانزيت اللي في بلاك اوبس 2، والماب الثاني اسمه تيرمينس ايلاند واللي هو جزيره في نص البحر. طبعا هذه الاسماء مو مؤكده بس على الاكثر راح تكون هذه الاسماء. الماب الاول يشبه ترانزيت من بلاك اوبس 2 بشكل جدا كبير. الماب راح يكون بمدينه، مدينه ضخمه، المدينه راح يكون فيها بنك، كنيسه، محطه شرطه، تتنقل بيناتهم عن طريق حبل او زيبلاين لانه الماب كبير ففي وسيله تنقل، وراح يكون في الماب سلاح باسم الجت جن او الهوائي، نفس اسم السلاح او نفس سلاح الهوائي اللي شفناه في ترانزيت في بلاك اوبس 2. ودكم دليل اكبر انه راح يكون ترانزيت في قصه بلاك اوبس كولد وور، بنشوف رساله كتبها ريكتوفن، كتب فيها انه عطى امر كقائد بمجموعه ريكويام، عطى امر باخلاء احد المدن في امريكا في مدينه ويست فيرجينيا. هالمدينه فيها شيء جدا مهم، فاخلى سكانها وبنى اسوار عاليه حوالين المدينه وجاب عده علماء
وجنود وعمال عشان يبنوا مختبر فيها ويعملوا تجارب. والسبب المعلن للناس انه ليش اخلوا هذه المدينة هو انه صار في فشل بمحطة نووية بهذه المنطقة ولازم يعالجوه. ولو منروح على تاريخنا الحقيقي راح نشوف انه فعلا صار في فشل بمحطة نووية بمنطقة ويست فيرجينيا في امريكا في الثمانينات، وبالتحديد في هذه المنطقة على الخريطة. ولو منشوف اسم هذه المنطقة راح نلاقي اسمها جرين ران، واسم ماب ترانزيت من بلاك اوبس 2 لما ندخل عليه راح نلاقيه موجود في منطقة جرين ران ايضا. اظن ما في دليل اقوى من كذا. والماب الثاني اللي راح ينزل مع نزول اللعبة راح يكون في جزيرة بنصف البحر. هالجزيرة نجي عليها باستعمال قارب وفيها مصعد غريب في الجزيرة. هذا المصعد بينزلنا تحت الجزيرة فيها سجن وفيها مختبر، فالاجواء جدا قريبة على ماب زيتسبو نوشيما من بلاك اوبس 3. وعلى الاكثر ريكتوفن حبس شخصيات ريكويام الاربع علماء بهذا السجن في الجزيرة تحت الارض عشان لا يقدروا يطلعوا منه ابدا، وممكن نلعب بهالشخصيات عشان نتحرر. لان في قصة زومبي مودرن وورفير 3 بنشوف هالاربع علماء اللي مفروض حبسهم ريكتوفن ميتين على الطاولة، بس ميتين بمكان برا الجزيرة وميتين بعمر كبير، فنعرف انهم هربوا من السجن. وعلى الاكثر هذه اللقطة اللي شفناها هي في ماب الجزيرة، لان الشخصية اللي على اليسار الملابس اللي لابسها هي نفس ملابس شخصية ويفر من بلاك اوبس كولد وور باحد السكنات. ونعرف انه شخصية ويفر محبوس بهذه الجزيرة هو والعلماء من قبل ريكتوفن، فعلى الاكثر راح نلعب بشخصيات اساسية. وكمان اخر مقطع شفناه من زومبي بلاك اوبس كولد وور بنشوف شخصية دكتور بيك، واللي هو المفروض شخصية شريرة يشتغل مع الروسيين وعزب سامانثا. بنشوفه على النهاية انه ما مات، ضل عايش بس انحرق وشه وراح على مكان في اليابان عشان يستأجر قارب، وقال وده يستأجر هالقارب عشان يروح على جزيرة في نصف البحر، فهذا تأكيد على ماب الجزيرة. وعلى سيرة جزيرة وسجن اتسربوا اربع شخصيات راح يجوك اذا اشتريت النسخة الخاصة للعبة. هذول هم اللي شايفينهم قدامكم، وبنشوف احد الشخصيات هو حارس السجن الزومبي من ماب موب اوف ذا ديد في بلاك اوبس 2، بس الملابس اللي لابسها غير. على الاكثر هذا الزومبي او حارس السجن اللي راح نقاتله في الجزيره في هذا الماب. وبنشوف شخصيه ثانيه من الزومبي واللي هو الرجل الالي كلاوس اللي شفناه في بلاك اوبس كولد وور. واكثر خبر حمسني صراحه هو راح ترجع العلكات او الجبل جامز اللي شفناها في بلاك اوبس 3، وهذه صورتهم من اللعبه مثل ما شايفين. والكلاب او الدوجز راح ترجع بس راح يكون لها مخالب جدا طويله، هذا مكتوب بالتسريب، فواضح ان شكلهم راح يكون مخيف اكثر. واخر شيء نرجع على غلاف بلاك اوب 6 لان في لغز للزومبي. بنشوف هنا في الغلاف مكتوب PRG GNS واللي هو اختصار لكلمه بروجكت جينس. وفي قصه زومبي بلاك اوبس كولد وور بنشوف على النهايه ان ريكتوفن قاعد يشتغل على مشروع سري مع جماعه غامضه كانها الماسونيه، واسم هذا المشروع بروجكت جينس، فحاطين على غلاف اللعبه واضح ريكتوفن راح يكون له دور قوي في اللعبه. وهذا يا شباب كل شيء نعرفه الى الان عن Call of Duty Black Ops 6. الاعلان الرسمي اللي راح نشوف فيه اللعبه راح ينزل يوم الاحد تاريخ 9/6، ووقتها راح اسوي بث مباشر ونغطي كل الاشياء من اللعبه. وبكذا بنكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. على النهايه لا تنسوا تشتركوا بالجيف اواي على نسختين في اللعبه، الشروط جدا بسيطه وبس. كان معكم بشار كيال او بشار كيكي، اشوفكم بالفيديوهات الثانيه ان شاء الله. مع السلامه.